ممكن تقرأ الأسطر اللي كتبته لسوسن؟ رسالة خاصة لك، ليش أقرأ؟ لا دكتور، أرجوك أنك تقرأها، لأنه رح تقتنع تماما وتكشف مدى معاناة بنتك بالغربة. أنا عندي جولة على المحافظات كم يوم. هلا مايا بس تجي، قال لي تركت لها ورق البيت والفلوس بالدرجة اللي بنرتاح معها. حاضر. شو رأيك فارس؟ مايا ما بعرف. هو بيضل الرأي الأول والأخير للسيد فريد، يعني هو بفكر وهو بقرر. أخي فارس، بشو عم تشتغل؟ بالصيد. وكيف؟ إن شاء الله منيح. لا الحمد لله، هو كل واحد له رأي شكل، بس الصيد بالنسبة لي هو العمل الأساسي، ما عندي شغل غيره. الحمد لله. ماذا تفعلني هنا بحق السماء؟ قلت لك إنك لن تذهب من دوني. هل أنت أحمق أيها القاطع؟ أجل أحمق، وزدت نفسي حمقا عندما استدعيت سيف ليكون معنا فارسا ثالثا. كأنك لا تعرفني أيها القاطع. أنت من لا يعرف أخاه أيها الشاطر. أعرفك جيدا أيها القاطع. هل تظن أن وجودكما معي الآن سيرغمني على صحبتكما؟ ليس إرغاما وإنما حبا. ستعود أدراجك إلى المهند أيها القاطع، وأنت يا سيف ستعود إلى قبيلة ابن سلام، تنتظر حتى يأتي أنك القاطع بصك العفو عنك. اسمعنا، أنا متأكد أنه هدول ثلاثة إلهم إيد بالقصة. بدنا دليل. شو بدك دليل أكثر من أنه الثلاثة بدهم الظرف اللي كان مع عبد الكريم؟ طيب أنت مو شفت شو فيه وقلت ما في شيء مهم؟ مظبوط، وهي هي المشكلة. لو كان القاتل قصده الظرف كان أخده. بس هو فاتحه وبيعرف شو فيه وتركه. معناتها واضح أنه القاتل عم يسعى ورا شيء ثاني. وما وصل له. وهذا الشيء هو مفتاح القصة كلها. صدقني. كنا بنحكي عن فكرة المسلسلات اللي بتاخذ حياة شخصيات من الواقع، شو رأيك بالمسلسلات اللي أنتجت يعني مؤخرا؟ يعني عن حياة مثلا سندريلا، عن حياة الفنانة سعاد حسني، أو اللي عند ليب الأسمر لعبد الحليم حافظ، أو نزار قباني. شفتي أنت ما تركوا أثر عند الجمهور. ما نجحوا لا. هذا تاريخ قريب كثير يعني، وبعدين انك يعني انت عم تعتمدي على اسماء، على نجوم، عبد الحليم حافظ تواريخ. طيب وبعدين؟ طيب رشيد، يعني مثل لما نعمل ام كلثوم مثلا، انا كنت ضد هذا العمل بهذه الطريقه الغير متطوره على الشاشه. اخذ سكسيه، اخذ سكسيه، بس لازم هذا ينعمل بطريقه سوبر برودكشن. ام كلثوم هاي اكيد هي قامه من القامات. نعم، ويحفظ للاجيال. نعم. يعني رشيد، احنا قبل شوي يعني ذكرنا عن التقليد، يعني من البدايه وحتى حتى الان أنا بيك تقلد لي شخصية من الشخصيات. أنا سمعت إنك تقلد. المشكلة وين؟ المشكلة وين؟ إنه أنا من زمان بطلع بلقاءات ما عد قلد. لا عرفتي؟ لا حتى اليوم ما أحرج حدا. اليوم حتى ما بتردني رشيد. رجع ما تردني، خصوصا الفنان الكويتي علي المفيد، نوجه له تحية إن شاء الله. يعطي طولة العمر ويمر بوقت. هلا الآن مريض. نعم. وإن شاء الله من بوسه ومن جبينه يعني. طيب عشان فنانة وأستاذنا. نوجه له تحية. تقليد. أنا بخاف تقليد. يزعل هلا. لا ما يزعل، بالعكس يحبك. يلا. طيب هي الحافة الوحيدة اللي صارت بيناتنا يعني مع هذا الفنان الكبير العظيم. الله يطول بعمره يا رب. كنا هون في أبو ظبي سوينا مسلسل، وراح هو على الكويت. بعد كم يوم أنا رحت على الكويت، وكنا موجودين بيت فيصل ياسري، ورايحين نسهر عند شاب كمان الله يذكره بالخير اسمه عمر فرهود، مدير إنتاج مع شركة النورس. رايحين لعنده نسهر، فتلفن له قال له جايينك. بيعرف فيصل ياسري انه انا بقلد علي المفيدي. قال له جاي معنك حطه.
قال له مين قحطها؟ قال له المفيد. قال له بربك. قال له ايه؟ قال له اعطيني اياه، عم ندور عليه، بدنا اياه مشان مسلسل. هو عنده مسلسل معه. قال لي بده اياك. سكت لان اخذت تليفون. هلا عمر، شو اخبارك حبيبي؟ الله يسلمك. ما افتهمت، انا الحين دشيت من ابو ظبي، وين مسلسل؟ بدنا اياك بمسلسل كذا. وين النورس؟ والله ما اقدر، اعذرني يا عمر، ما اقدر، ما تعبان وايد عمر، ارجوك ما اطلب. وسكرت بوجهه. راح هذاك شو تخيل، راح قال المخرج هذا هاني المفيدي بطل. رفض العمل. قال له رفض العمل. الزلمه جاي تعبان، راح وجابوا ممثل غيره. كان وقتها يوم سبت، يوم الاثنين في بروبات الساعة 8 المساء، اجوا الممثلين، واجا الممثل الجديد اللي اخذ محله 8:05 كان فايت على المفيدي. مساكم الله بالخير. قالوا له اهلين ابو حسين، اهلا وسهلا، اخذوه على الجنب. قالوا له مو اعتذرت؟ وين اعتذرت؟ مو اتصل فيك عمر. يا عمر هل اعتذرت؟ وين اعتذرت؟ مو اتصل فينا من بيت فيصل. بيت فيصل؟ هذا السوري رشيد حساب. رشيد، المعروف عنك انك مشاكس، ويعني تصرح تصريحات ناريه صارخه، ويعني عندك بعض المشاكل مع بعض الناس، يعني مثل ما نعرف، يعني سالفتك قصتك يعني اللي طالت شويه مع الفنانه نورمان اسعد. لا يعني لا حول النص رجاها. لا لا، هو صار في اشكال مثل ما يقولوا مس اندرستاندينج يعني. والنص انا كنت شاريه ومعروف القضيه، ونحن بعثنا له خبر انه لا تشتري هالنص ولا تنتجي، لانه نحن أنذرناها بهذا الموضوع. لا وفاتت اشتغلت العمل، وفي مين في مين أثر بهذا الوضع يعني. نعم. الآن بالعكس، وإذا بترجعي للصحافة بالمناسبة، فوتي على النت وشوفي. نعم. أنا ما يعني أنا ما واجهت ولا صرحت، يعني تصريحات جارحة. أنا هي تقول إن رشيد كان بعيد لنجوميته في هذا العمل، لأنه هو كان منطفئ وراح يرجع يعني كنجم. وحتى يعني يمكن المؤلف أحمد حامد قال إن رشيد عساف يحب الطنة والرنة. يطن ورني لحق، ما بدنا نحكي، ما بدنا نحكي. انا هذا الموضوع قلت لك، انا اتحدى اذا انا حاكي على هذا المؤلف بالصحافه. وبالنسبه لنورمان ما حكيت الا الحادثه بزهره الخليج كما جرت. نعم. وبعدين قلت بالاخير، قلت اوكي، وطلعت هي بعده برامج، واتصل في حتى الاستاذ طوني خليفه مشان اطلع ببرنامج ارد. وصار في اشكال، ما استطاع رغم كل هالخلافات الا انك شاركتها، يعني هاجمتك وانت هاجمتها احيانا يعني. وفتنا كنت تهاجم وفتت على دور هي دور العباسه وانت هارون رشيد. فتنا بهارون رشيد، واتحدى اي حدا من حد يحس انه في خلاف. بس بالعكس، بس اللي كانوا يشتغلون معاكم كانوا يقولون انكم بعد المشهد على طول فورا، ما في اي ما في اي حديث. ما عندي وقت. تراضيتوا ولا ما تراضيتوا؟ لا لا لا، ما في شيء. هلا بالعكس، انا حكيت كلمه واحده، انا قلت اخي انا ما سبيتها بالصحافه، هي حكت ولا غيره اللي حكى، وانا بعيد عن هذا الموضوع. بعيد يعني، انا ما بفوت بهالترهات هاي مشان. نعم. شو افوت ترهات يعني؟ بدي اصير نجم انا من ورا الهوشه؟ هوشه هاي وصارت. هلا بالاخير هي قالت صافيه لبن، خلص قلت لها شكرا، ابعثي محاميك لشيلك من الدعوه. شو القصه هاي يعني؟ بس رشيد، ليش هالترهات؟ انا ملاحظه بعض الفنانين يعني انهم ينزلون لهالمتاهات، يعني هاي الصحافه الصفراء. لا المفروض يكون في تشدد عند الفنان مع الصحافه هذه. مش على صعيد، انا قليل بشوفها على صعيد الدراميين. هذا الموضوع على صعيد المطربين والمطربات اوكي، ينزلوا بعضهم، انا شو بعرفني يعني. هاي عمليه كمان، معلش اسمحوا لي فيها، هاي عمليه وعي. بس انا كثيرا ما اقرا يعني عن الممثلين السوريين، الممثل ضد ممثل، ممثل. لا 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 لا، قليل جداً, جدا جدا قليل. بالعكس، الممثل السوري على مستوى لا باس فيه من الوعي. نعم، في وعي، بس هذه الحساسيات اللي صارت. ثلاث ارباعهم، ثلاث ارباعهم خريجين، سواء معهد عالي للتمثيل. نعم. او وهي اللي اثرت الناس يعني، نجوم وهم يقدمون اليوم دراما، ودراما حقيقيه يعني ولها حضور يعني. كل واحد هو ان هذه المشكله. ما بتصور يعني هلا بالعكس، هي ما حدا فاضي. نعم. رايك بالاستعانه الدراما التلفزيونيه المصريه بعناصر سوريه، يعني بنجوم سوريين؟ عرض عليك دور في الدراما المصريه بالمناسبه؟ انا عرض علي من 15 سنه، مع الله يرحمه. شو الدور؟ رياض ياسين وبهيه. عرض علي دور ياسين. نعم، بس مؤخرا. هو مؤخرا عرضوا علي لما كنت مهرجان القاهره العام اللي فات، عرضوا علي عمل، قلت لهم محمود المصري.